اخي طلعت لاح البارح البارح الخميس البارح الاربعاء اليوم الخميس معنا باننا روشارش مو باقي جواب مدق عليا ولكن هضروا معنا الناس بزاف باننا روشارش ولا عيباش تراك حنا ديجا كنا داير غادي نلعبوا تراك بيناتنا روح حاجه عاديه يعني ديما تكون هو السيل ديالك الدريف السيل ديالي اصلا وديما كنلعبوا بحال هكذاك ديما شن يعني ما زدنا شي حاجه جديده اصلا كان كنا روشارش ودي ديز راه ديجا خصنا نتشدوا اصلا انا ديما اصلا بعدا كنهضر على البارولا ديالي ديما كنلعب تقول تقول الستيل ديالي بعد البوليس هادو فهمتيني هاد البوليس ما يخلينا نرجع للستينت هادي رجع تقيد كاع داكشي اللي كان القديم وجديد تقيتو ما فهمتش انا الشباب نسمعو من عندهم هما خلينا نعرف علاش هادشي هذا الشيء خليتها نريح معهم ان شاء الله كامل قول لي استاذ علاش هذيك الساعه اول ما نخبر غنخبركم نتوما ان شاء الله انا لا يعلموني غنعرف انا براسي باقي ما عارفش علاش ما انا بغي نعرف علاش هاد الروشيرش هذا راه بدا شي ماجو خويا جي عندي ريحنا لا غنريح في الدار تيجي وعندي انا باغي نعرف انا جا ما جاش عندهم عندهم كل شي حاجه من عندهم هما سمعت من عندهم مباشره راه انا نمشي عندهم دابا راسي كاين شي حاجه من عندهم خلي نمشي يجيو لعندي لان انا براسي ما عارفش علاش ولا كان شي قانون ولا كان شي حاجه اللي كانوا غادي يشدوني قلت لك على الباطره شي حاجه الباطره موالف بي الا كانوا غادي يدوني يصوروني يهضروا معايا الطابل ويعرفون علاش انا داوني ولا شي حاجه يقول لي عندك ها اللي عليك وها اللي لك مرحبا اما كانوا غادي يدوني غير اصلا موالف بي فيتي ضرب الحبس باطر وهكا فهمتيني لان اصلا هاد البلاد هادي شنو 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 وقتينا من عندها كاري ساكن فيها بالفلوس كتخلص الماء والضو كتشرب الماء كتشرب الماء بالفلوس كتضوي بالفلوس كتاكل بالفلوس الدوله ما عطينا حتى حاجه ما 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 عندنا ما عند ما حتى حق ما عطيها لنا يعني فهمتيني علينا الحقوق هادشي اللي لينا ما عندناش واللي علينا يشدوك سكران يديوك شراب يشدوك مع الدري يديوها لك كاش كمل حشيش يديوك غنيت يديوك درتي هادي يعني وداكشي اللي لك ما عندك هادشي بحال هادشي كاري عندهم تخلصوا المصاريف ديالهم كامله يعني قلت لك ما هم وضوهم من هاد الامام طبيعي هكا كاش مع المواطنين غادي نقول مزيان اصلا دابا هذا هو المشكل هو انه ولا شي يحترموك الناس يعني ولاو هادوك يقولوا مجرمين تيقولوا كلوا الشراب مشرب منين تيحترموك اصاحبي ومن بعد منك عطينك اتساع زائد انت واحد الانسان قلت لك عايز ديما معزول ديما العزله ديما جالس بوحديتك ديما اغلبيه جالس في هاد البيت هذا ما تخرجش منه قليل فاش تخرج لعرض عليك شي واحد بلاصه زوينه ولا كذا ولا غادي هذيك باسم القانون راه يبقى فيك الحال انا قلت لك حياتي كلها نعيش هاد القضيه ديال العنصريه يعني قلت لكم من ولد 16 عام وما عنديش لا كارت باقي مع الدوله كدير كاع 18 عام ولد 16 عام 15 عام كنحضر البيار نشري في البيار فما جاي الصال كتجمع كديك وديما مو متابع بالسنه تاع باب الخميس وراجع علاش ما عندكش لا كارت حتى تلقى الرومه كتكمل ديك الساعات فهمتيني شنو شنو عندك حقة في كورتك حقة وجهك 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 حقة وجهك وجهك فهمتيني وسال الله قلت لكم غنينا وصلنا هذا الوجه هذا ورينا هما سيدي هذا الوجه هذا ما كيجيبوش ما كيشوفش الجوار ليفك فهمتيني يعني قلت لكم هذا العنصر معني من صغري كامل حتى لقيت الوجه كرابي حتى لقيت اللي تشهرت عاد ما عارف على حقك تعرف لافو ديالك رجع ليا القديم وجدي انا قلت تهنيش بهاد اللعيبه تهنيش منه وصلت تحتار ما وليتش انا قلت انا باغي على الحشيره ما باغي حتى حاجه باغي حشيره محرج نعيش حريج من ادي حتى واحد ما اديني حتى واحد ملي الله يعفو عليا اي حاجه كنديرها كنديرها اللي دايره في البلاد اصلا اللي كنشرب شراب راه كيتباع في البلاد فهمتيني الفساد راه كيجيو خليجيين كيخرجوا بالالاف ديال الدريات كيعطوهم ليهم فهمتيني يعني ما قلت لك ما كنشجعش على هادشي ما بغيتش انا ما كرهش ما كنقولش انا خصنا نكون الفاسد في البلاد وخصنا نكون شراب في البلاد انا ضد هادشي فري وكنتبلينا واللي عطى الله عطى هادشي لقينا حدانا يعني ماشي تجي تحاسبني انايا انا هاد الراب هذا لقاني لقاني بشي ناس لاباس عليهم بون بلا نذكرهم فيهم قريضيه فيهم كذا وجلسوني في بلايص المرض فوق الارض بلايص واعرين اش قاش بالك تاع مخبي على الشاع عايشه عنمله مخبيه ولقاوني بناس شفت ناس اخرين كيفاش عايشين الناس ديال الفلوس هذا الشيء اخر حاجه ما كيتحاسبوا عليه ياك يعني كيولي بالك هذا الشيء حاجه عاديه مادام انني شفت هذا الشيء هذا كله عرفته ملي غادي تجي انت توقف عليا انت بوليس توقف عليا على هذا الشيء هذا غادي نحسب الحق علاش وقفت عليه واحد ما عارفش غادي يقول لك هاني انا عارف انا شايف ولما شفت سمعت وعرفت مش غادي توقف عليا انا باسم غادي تطبق عليا القانون انايا غادي مع دريه في الزنقه وغادي وسكران يطبق عليا القانون انايا دابا ندخلوا لي بواط ندخلوا للبيران ندخلوا للكباريه تشوف الفلوس كي كتشتت وتشوف العاقه كتشتت وتشوف الحريم المزيان والشراب المزيان ما كايناش هلال اصاحبي شحال بينو بين الهلال انا اش من هلال جدا اش هلال علاش دابا في نظر القديم غادي نمشي نسول الناس كتلاقاو معايا ديما في الشارع ديما اصلا ديما انا اصلا هذا هو الدواء ديالي اصلا في فات لي مرض بسيكاتري مشيت عند الطبيب مخرج لي الروزينه ومخرج لي كذا شندير داكشي يعني الطبيب ما عطاش انت عارف الطب ديالنا داكشي هذاك الموضوع قبل ما نهضروا عليه سرق الدواء في هاد العيبه هادي كنشرب كنكالمي شنو نقول لك زعما قلنا كيما كيعرفوا الناس وكيما كذا وكيما حتى تالي حكى كامل تصور الدار بان يعني واحد الانسان اللي خاسر ب 10 0
هاد الدار اللي ساكن فيها دابا زدت فيها وكبرت فيها ومولاه واقف عليها خصني خويا له في هاد الايامات هادي ياك راه هو من حقه علاش لانه باغي يبيع بلا موقف الهضره خصو يبيع وخالي وكذا ولعب يعني في من دار شي دار العصا في الرويضه وجبق معاه 30 عام ما خرجش هو كله من حقه وباغي يبيع هو خاصه 20 مليون ولا غادي يجيب لك 20 مليون اوكي غنطرقه وحده الطرقه ديال انك الدار كبرتي فيها وتزاديت واش لا طرق اخرى اللي كيعرفوهم الناس وداك الشيء يعني انت اصلا خاسر ب 10-0 شنو بقى في راس مالك حريتك وكرامتك هما اللي بقوا عندك حريتك تخرج تسرق وداك الشيء وكرامتك اوكي الحريه ماشي حر اغلبيه مخبي في البيت علاش ما ديما كدير بهاد البلان ديال الصداع المشاكل وكذا دونك تبقى كرامتك كيجي واحد اخر بغي يسلبها لك دونك شنو غادي تقول شنو باغي تستنى منك بلاد اخر شنو علاش غنقنع شنو باقي خصني نعيش عليه اخر شنو حاجه باغي تعيش عليها واحد اخر ملي غادي يجي الراجل بحالك بحالو ولا موحشه والشارع جاتك الراجل اللي غيقدر الرجال ويبيطقك وكذا صافي راه سالات الحفله يعني شنو باقي اخر غادي نخسر شنو اللي باقي عندي في راس مالي غادي نخسر لا دار لا دوار لا حياه لا حتى حاجه وذكرانتك وحريتك وتا هما يحيدوهم لك صافي قول لنا كاين الحرب باش عرفوا راه حرب ونخرجوا لها ديريت الا كنا في بلاصه السلم خلينا يبعد منك بنادم من بعد من بنادم بعد منك بنادم علاش غاديش ادير لا والعار لا اديت شي واحد قلت لك غنسني على راتب 20 عام ديال الحبس الا اديت شي واحد شي نهار كاين باش ادير لا فهمتي باش يلعب الملعب يلعبك على المورال ويسبك ويطيح الهضره ويمشي ويمرمدك عطيه الكاميرا باش يقدر هو قال لهم جا انا راه تبقى تحك فيا حيد راه بلا راه شحال هادو باقي لحد الان 10 سنين سي وباقي كيحكوا وكتزيد وحده على وحده على وحده كتمرض راه بنادم اللي نفسه اللي عنده النفس راه كدير دايره